رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته أيده الله لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته الرابعة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن الرعاية التي تحظى بها رياضات الموروث الشعبي من لدن جلالة الملك المفدى أيده الله والتوجيهات المستمرة من قبل جلالته رعاه الله أسهمت في الارتقاء بهذه الرياضات التراثية، ما يؤدي للحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية الأصيلة وترسيخها نبراسا للأجيال المتعاقبة. جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أناب جلالته حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتوزيع الجوائز بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث أقيم الحفل الختامي للنسخة الرابعة من موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري بتنظيم من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي. وعلى هامش الحفل الختامي دشن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كتاب لآلئ البحرين من إصدار اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي وإعداد وإشراف سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة. كما شهد سموه سباقي التجديف الشعبي فئتي النخبة لمسافة 3000 متر والعموم لمسافة 2000 متر، وذلك على كأس جلالة الملك المفدى. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتنظيم المتميز من قبل اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي لفعاليات الموسم البحري والذي شهد مشاركة واسعة فيه. وأثنى سموه على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي في إحياء التراث الوطني ضمن إطار مسابقات تنافسية تجذب الشباب البحريني في كافة أنواع الموروث، مما يوفر فرصا لجميع أطياف المجتمع بالمشاركة في فعاليات اللجنة التي تساهم في صون الهوية الوطنية. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفرق الفائزة في بطولات الموسم، مشيدا سموه بالأداء الذي ظهرت عليه جميع الفرق المشاركة في المنافسات المتعلقة بالموروث البحري. وبعد نهاية السباقين توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفرق الفائزة، حيث تمكن فريق سموم من تحقيق المركز الأول في سباق النخبة، فيما حل فريق إعصار واحد في المركز الثاني وفريق الداهية في المركز الثالث. وفي سباق العموم أحرز فريق الشيبة المركز الأول، بينما جاء فريق الجنوبي في المركز الثاني وفريق البلم في المركز الثالث. كما شهد حفل الختام مشاركة متميزة لذوي العزيمة في سباق تجديف شعبي استعراضي، وذلك ضمن مبادرات اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بإشراك فئة ذوي العزيمة في الفعاليات التراثية.